اليوم وصلنا كان آخر شيء كمان القصص من الوحدة الثانية، واليوم عندنا إن شاء الله ناخذ الإنشاءات، وهو إنشاء واحد، ونكمل حل التمارين إن شاء الله. اليوم عندنا الوحدة الثانية الإنشاء مالتها اللي هو يتكلم عن الدعوة، invitation، دعوة. هذا الإنشاء مال الوحدة الثانية ويعتبر تقريبا من أسهل الإنشاءات اللي موجودة في الكتاب، اللي هو إنشاء الدعوة. طبعا الدعوة هي المشكلة، وين مشكلة هذا الإنشاء؟ أنه اختلفت الدعوة مالته. يعني شنو اختلفت؟ يعني مرضى يجيب لك حفلة التخرج، graduation party، graduation يعني تخرج، مرة يسوي لك إياها مثلا birthday party، ومرة ممكن يسويها أيضا وارد يعني يسويها wedding party اللي هي حفلة الزواج. هذه كلها كانت لحد الآن ماكو أي إشكال، ماكو مشكلة، الأمور طيبة. صحيح أنه اختلفت الدعاوي، ولكن هي الفكرة واحدة، مع تغيير يجوز فقط في اسم الدعوة. يعني بكان ما نخلي graduation كان ممكن نخلي wedding، بكان ما نخلي wedding كان ممكن نخلي birthday. وأغلب الكلمات 90% أو 95% من الكلمات هي مبقيها نفسها بدون أي تغيير. ولكن السنة الماضية اختلفت الدعوة، فبدأ يجلب دعوة، موضوع دعوة. يعني لك ادعو صديقك او ادعو زميلك ايا كان للذهاب الى المتحف، اذا مثلا للذهاب الى المتحف او لزيارة المعالم الاثرية مثلا. فهنا شوية اختلف، شوية مو كثير، شوية اختلف الموضوع، واختلفت المفردات ايضا، خلينا نقول بنسبة 50% شوية اختلفت. فهنا صار عندنا شلون، يعني صار عندنا مثل النموذجين، راح يصير عندنا مثل النموذجين لانشاء الوحدة الثانية اللي هو الدعوة. النموذج الأول اللي هو له علاقة بالحفلات، يعني مثلا ويدينج، بيرثداي، جراجويشن، هذه كلها بارتي بارتي بارتي، يعني حفلة تخرج، حفلة عيد ميلاد، ولا حفلة زواج عفوا. هذه تقريبا ناخذها كلها نفس الإنشاء، فقط تغيير بسيط بإيش؟ باسم الدعوة، يعني عنوان الدعوة أو المفردات اللي لها علاقة بالدعوة نفسها. يعني شلون؟ يعني هنا مثلا بالاصل ايش كان عندي؟ هذا الانشاء وطبعا موجود اللي هو بالكتاب، اللي هو الجراجويشن، جراجويشن بارتي. شوف، والهاي علي، مرحبا علي، I have got، انا لدي 3 tickets for the college graduation party on Saturday. هنا شوف يقول لك college graduation party of age، college graduation اللي هي تخرج الجامعة أو حفلة التخرج الجامعية، college graduation. هنا لو فرضنا أنه غيرنا من graduation، ردنا نسويها birthday، ممكن هاي عبارة college graduation، ممكن نغيرها أيضا إلى كلمة birthday. I have got 3 tickets for the birthday party on Saturday. هنا شوية راح يصير تغيير. يعني ليش؟ لأنه هنا مثلاً نقلنا حفلة عيد ميلاد، لازم نغير إنه مثلاً هي حفلة عيد ميلاد مال منهم، مثلاً حفلة عيد ميلاد مال منهم. فشوية نغير، مثلاً يصير بالمقدمة، مثلاً بس نغير بالمقدمة. بكان ما أقول I have got مثلاً 3 tickets وما أدري شنو، أقول له استخدم عبارة الدعوة اللي أخذناها بالقواعد. فأقول له would you like to come، would you like to come to مثلا to my brother's birthday party، أو to my حفلتي أنا، to my birthday party on Saturday. فغير هاي العبارة مال I have got 3 tickets، باعتبار أنه هي حفلة عيد ميلاد ما تحتاج بطايق tickets، فممكن استخدم عبارة would، هاي طريقة الدعوة، would you like to come to my، ونكمل would you like to come to my birthday party on Saturday، في يوم الايش؟ في يوم السبت. You must come، you must come، the performances are really good. ممكن نبقيها، ممكن ما اكو اشكال. It starts at 7، تبدأ الحفلة الساعة 8، تبدأ الحفلة الساعة 8، but we، ممكن نحولها الى you ونقول but you need to be there before that، يجب ان تكون هنالك قبل الوقت. let me know
يعني هاي أيضا ممكن استغني عنه. Let me know if you, I will take my brother. هذه ممكن ما استغني عنه في حالة أنه كانت الدعوة ليست لي. مثلا أقول له Would you like to go to Ali's, أو ما علي نفسه غير علي, مثلا to Sarah's birthday party. بس الباقي كلتها ممكن تبقى نفسها, بس غيرنا الجملة الأولى فقط. غيرنا الجملة الأولى ليش؟ لأنه هنا كانت عندي college graduation, حفلة التخرج, فذكرت أنه أنا عندي بطايق لحفلة التخرج فيجب أن تأتي و و و إلى آخره. من كان عندي birthday party إيش سويت؟ Would you like to go, أن نذهب to Sarah's birthday party, إلى حفلة عيد ميلاد سارة on Saturday, يوم السبت. You must come, يجب أن تأتي, يعني يجب أن تأتي معي. The performances are really good, يعني الفعاليات اللي راح تقام بالحفلة عيد ميلاد جدا جميلة. It start at 7, تبدأ الحفلة الساعة 7, but رجعهوي, but we need to be there before that, يجب أن نكون هنالك قبل الوقت. Let me know, أعلمني, خبرني, tomorrow, غدا, so I can take my brother with me if you can't come, حتى أخذ أخي معي حتى إذا أنت ما تستطيع أن تجي. فممكن هذا كان يعني إرهم. إذا كان عندك بمكان الgraduation, كان عندك birthday أو كان عندك wedding, نفس الحالة. ففقط نغير عبارة birthday هنا, نغيرها إلى كلمة wedding وبس. هذا بالنسبة للإنشاء اللي له علاقة بالحفلة, الدعوة للحفلات. الإنشاء الثاني دعوة, A visit to a museum, زيارة إلى متحف. الميوزيوم ممكن تتغير, ممكن A visit to أي مكان آخر. To monuments, monuments يعني المعالم الأثرية, monuments, أو أي مكان آخر. ما دام بيها visit, زيارة, أستخدم هذا الإنشاء الثاني. يقول هاي هدى, مرحبا هدى. شوف أيضا عبارة الدعوة, Would you like to go with me, هل تحبين الذهاب معي, To the new museum, إلى المتحف الجديد. Tomorrow morning, غدا صباحا. I have got 2 tickets, لدي بطاقتين, For the grand opening, للافتتاح الكبير. We need to be there before 10 o'clock, يجب أن نكون هنالك قبل الساعة 10. You should come, يجب أن تأتي. We will have a wonderful time there, سوف نحظى بوقت جميل هناك. هذا أيضا الإنشاء الثاني, وتلاحظون أنه أيضا بينه شبه كبير, فقط الاختلاف ويصل الاختلاف بنوع الدعوة, الاختلاف فقط بنوع الدعوة. وطبعا أكو يعني مثلا هنا عندك هاي الجملة تختلف, I have got 2 tickets for the grand opening, هاي the grand opening ما موجودة مثلا بالعيد ميلاد أو الزواج أو إلى آخره. هاي لأنه يقول لك الافتتاح الكبير, أكو افتتاح لمتحف جديد, افتتاح كبير, فأنا عندي بطاقتين فأريد أعزمك وياي حتى نروح لي هذا المهرجان أو هذا الافتتاح. هذا بالنسبة للإنشاء الوحدة الثانية, إنشاء سهل جدا, تقدرون تعتمدون على الموجود أمامكم, تقدرون تعتمدون على تعبيركم الخاص, وتقدرون تعتمدون على مع المدرسة مالتكم أو المدرس مالكم في المدرسة. لا يعني لا ضير أبد, ماكو إشكال, فقط أنه يكون بنفس الفكرة, الفكرة واحدة. ما دامت الفكرة نفسها الأسلوب يختلف, ما عندنا مشكلة. اختلاف الأسلوب لا يضر, اللي يضر اختلاف الفكرة. الفكرة دعوة, بالامتحان يجيب لك دعوة التخرج, اكتب دعوة التخرج. دعوة حفلة عيد ميلاد, لازم تكتب عيد ميلاد. دعوة زواج, سوي زواج. دعوة إلى مثلا زيارة متحف أو زيارة معالم أثرية أو أيا كان, تكتب عن هذا الشيء. فقط الفكرة أهم شيء, الباقي هي الأسلوب, هذا يعتمد عليك. سواء تستخدم أسلوبك الخاص, إذا كان عندك القدرة تعبر من نفسك فهذا أرقى شيء وأحسن شيء بالطالب, وإذا ما قدرت تعبر من نفسك فممكن تستخدم الإنشاء الموجود أمامك أو الإنشاء اللي تنطيك إياه المدرس أو المدرسة, وكلها ماكو إشكال. الفكرة أو الأهم هو نركز على الفكرة مالتنا, نبتعد عن الأخطاء مثل ما قلنا, أخطاء إملائية, أخطاء قواعدية. وأهم أهم 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 فقرة بالإنشاء هو ترتيب الخط, ترتيب الصفحة. أهم شغلة بالإنشاء هو هذا الشيء, ترتب ورقتكم بالإنشاء, رتبوها قدر الإمكان, ابتعدوا عن الشطب والمسح بورقة الإنشاء قدر الإمكان.
سطر ايه سطر، لا لا تكتبون سطر على سطر، شويه كبر خطك، نظف خطك، جمل خطك قدر الاستطاعه. هذه كلها تلعب دور بانه تريح، انا ذكرتها سابقا، انه تريح المصحح. المصحح من يشوف دفترك نظيف ومرتب وانشائك حلو ومرتب، اوتوماتيكيا انت احسن من غيرك بدرجه او درجتين، هاي خليها ببالك. ما يعني بدون ما يشعر المصحح انت احسن من غيرك بدرجه درجتين. ليش؟ لانه انت بس مجرد النظر الى الانشاء مالك مريح، خطك حلو، الورقه مالتك نظيفه ومرتبه، سطر ايه سطر لا، وبنسق واحد، يعني مو سطر طويل وسطر قصير وسطر ما اعرف، خط نسق واحد تشوفه قطعه واحده. شلون عبالك طباعه بالحاسبه؟ نفس الترتيب. فايش قد ما تعتنون بالخط مالكم وتعتنون بالانشاء مالكم، اضمن لكم ال 15 درجه بالوزاري، اضمنها لكم. ولو كان جوابك فول صحيح وخطك تعبان وترتيب الورقه تعبان، صدقني ما راح تاخذ ال 15، صدقني، الا لو تتنقص درجه واحده، يعني لو اقل تقدير تتنقص درجه. بس اشقد ترتب، لو كان عندك اخطاء ممكن يتغاضى عنه المصحح، لو كان عندك خطا خطأين ممكن يتغاضى عنه يشفع لك الخط والترتيب مالك. فارجع واذكر، رتبوا الانشاء واعتنوا بينه، ابتعدوا عن المسح والشطب، ابتعدوا عن السطر على سطر وكتابه ناعمه. هل ايش تكتبون ناعم؟ ما ادري، شويه كبر خطك، خلي فراغ بين كلمه وكلمه، هذه نصائح جدا مهمه، فراغ بين كلمة وكلمة، ولا تدمجها السطر كله تحسه كلمة واحدة. هذه كم واجهتني كثير مع الطلاب، سطر كامل تحسه كلمة واحدة، حرف يم حرف، حرف يم حرف، ماكو فرق بين كلمة وكلمة. فلازم نقعد الشكل، نجيب مكبرة ونشوف إما نهاية الكلمة. فليش؟ ليش الشكل تسوي؟ أكتب الكلمة أترك فراغ يمها، الكلمة الثانية أترك شوية فراغ، الثالثة أترك فراغ، وهكذا حتى يكون سهل القراءة وسهل التصحيح، وبنفس الوقت سهل إعطاء الدرجة بينه، يكون سهل. إلى هنا طبعا خلصنا الإنشاءات، خلصنا الوحدة الثانية، يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا التمارين المطلوبة في الوحدة الثانية. أول تمرين ما أوصيكم طبعا، أكيد مهم، اللي هو يجي من ضمن سؤال المطابقة، الماتشينج، المطابقة. أذكر مجموعة من الأفعال، have, do, go, kick, read, score, spend, watch, win. مهم جدا هذا التمرين، وكثير يتكرر بالوزاري، يجي منه كلمات. ال have تجي مع ال picnic، تجي مع ال rest. have, picnic, rest. وقلنا ايضا تجي مع الوجبات الغذائية، مثلا نقول have lunch, have dinner. ايضا have breakfast. have a drink، يعني شيء له علاقة بالأكل والشرب نستخدم معاها have. الدو، الدو تجي مع hobby، تجي أيضا مع كلمة gymnastic، أيضا من ضمن الكلمات do، حتى في بعض الأحيان تجي مع كلمة shopping أيضا، do the shopping، do the shopping. زين، go، go تجي عادة مع الكلمات اللي بيها ing قلنا، مثل shopping, fishing, sailing، horse riding، كلها بها ing، او تجي مع اسم اماكن، يعني to، go to، اذهب الى، go to the cinema، go to the match، go to the park، الى اخره. kick بمعنى يركل، kick يركل، اكيد يركل الكرة، kick a ball، يركل الكرة. read يقرأ، a story، ممكن a story، ممكن a book، ممكن ماجازين، ممكن نيوزبيبر، فأي كلمة من عندهم تتقبل القراءة أو أي شيء يقبل القراءة فممكن يجي مع كلمة ريد. سكور، سكور يسجل، سكور جول، سكور جول يسجل هدفا، سكور جول. في بعض الأحيان أيضا حتى نشوف هنا كلمة بوينت مكتوبة مع الوين، بس في بعض الأحيان أيضا تجي مع كلمة سكور، سكور بوينت يعني يسجل نقطة، وممكن أيضا تجي مع السكور. spend تجي مع الوقت، spend the afternoon، spend the evening، spend the morning،
spend time تجي كلها كلمة spend وأيضا تجي مع الفلوس شيء له علاقة بالمال spend money spend money spend the saving هذه كلها تستخدم مع كلمة spend watch واضحة جدا watch TV watch a video watch a film أي شيء يعني صورة متحركة مثل الفيديو نستخدم معها watch win يربح win a game يربح مباراة أو لعبة win a point يربح نقطة win a game win a point ومرة أيضا جت مع كلمة win a medal medal ميدالية win a medal ميدالية أيضا تستخدم كلمة win win يربح هذا التمرين مهم خلي مستقبلا عليه علامة صح أثناء ما تراجع بليلة الامتحان هذا من ضمن التمارين اللي لازم يراجع بالأيام الأخيرة هذا التمرين زين التمرين اللي بعد عندنا تتذكرون أخذنا المقارنة العفو مو سوري مو المقارنة أخذنا موضوع التفضيل preference وأخذنا موضوع suggestion الاقتراحات وأخذنا أيضا موضوع invitation الدعوة وقلنا كل موضوع أو كل معنى له أدواته الخاصة وله عباراته الخاصة فمثلا قلنا في موضوع البريفرنس التفضيل كان عندي ثلاث عبارات اللي هي I'd like I'd love و I'd rather وقلنا كل واحدة من عندهم يستخدم فعل معين معها قلنا I'd like I'd love يجي وراها to زائدا فعل مجرد to زائدا فعل مجرد أما I'd rather فقلنا يجي وراها فعل مجرد بدون to هذا في موضوع البريفرنس التفضيل بعدين جينا أخذنا موضوع السجسشن الاقتراحات قلنا عندنا أربع عبارات لإعطاء اقتراح العبارة الأولى would you like would you like to زائدا فعل مصدر would you like to زائدا فعل مصدر العبارة الثانية let's let's يجي وراها فعل مصدر بس بدون to let's هي والwhy not why not أيضا يجي وراها فعل مصدر بدون to let's why not يجي وراها مصدر آخر شيء أخذنا عبارة how about how about قلنا يجي وراها ing ing فعل مضاف له ing زين آخر شيء أخذنا موضوع الدعوة قلنا الدعوة كان إيش الدعوة كان عندي عبارتين إما نقول would you like to زائدا فعل مصدر أو shall الشال قلنا أيضا يجي وراها فعل مصدر الشال هاي يجي وراها فعل مصدر فهذه باختصار هي كانت عندنا تسع عبارات ثلاثة بالتفضيل أربعة بالاقتراحات واثنين بالدعوة بهذا التمرين ايش يطلب منك؟ يطلب منك انه كل أداة لازم تعرف ايش يجي وراها فعل هل يجي وراها مصدر؟ هل يجي وراها تو زائدا فعل مصدر؟ هل يجي وراها ING؟ طبعا هو التمرين محلول ولكن أنا جاي أذكركم حتى بالامتحان تعرفون ايش تجاوبون يعني مثلا الجملة الأولى where would you like شوف هنا عبارة would you like would you like إن هذه تستخدم معها to زائدا فعل مصدر to زائدا فعل مصدر how about مثل ما قلت قبل شوية جوراها ing I'd rather why not قلنا ذولي اثنين اتم جوراهم فعل مصدر بدون to I'd rather go why not go I'd love قلنا جوراها to زائدا فعل مصدر to زائدا فعل مصدر أما كلمة let's فقلنا أكيد يجي وراها فعل مصدر فقط let's واضحة؟ نعم تمام هنا عندك exercise A page 22 هنا بس انطيتك الحل فقط ليش؟ لأن هذا التمرين يحتوي على الصور صور من ضمن الكتاب عندك طبعا ست صور يقول لك find the word جد الكلمات to describe each type of book لوصف كل نوع من الكتب عندك ست صور هي غلاف لكتب معينة من الغلاف لازم تعرف شنو هذا نوع الكتاب هل هو مثلا كوميدي هل هو مثلا رعب هل هو مغامرات سفر شنو هو هاي لازم انت تعرفها فهذا بالوزاري ما يجيك ليش لانه ما ينطيك صور بالوزاري ما كان جانا أسئلة بالوزارة بها صور فأني فقط انطيتك الحل مباشرة هذا ممكن تجاوبه من ضمن الصف يعني بداخل الصف لما تحلون النشاط ممكن المدرسة والمدرسة مالتك تسألكم فالأجوبة موجودة أمامكم حاليا
فعندك الصورة الأولى هي كتاب ترافل، يعني الصورة تتكلم عن السفر، يعني كتاب يتكلم عن السفر ترافل. الصورة الثانية هورر اللي هي الرعب، كتاب الغلاف مالته صورة به صورة يعني توحي بالرعب هورر. الثالث ادفنتشر، ادفنتشر ادفنتشر اللي هي المغامرات ادفنتشر. طبعا هنا تي واليو تنقري تش، ادفنتشر ادفنتشر. النقطة الرابعة او الصورة الرابعة تتكلم عن الفيكشن، فيكشن تي اي او مثل ما قلنا تي اي او تنقري ش، فيكشن. فيكشن يعني خيال، خيالي، فيلم او قصة خيالية فيكشن. الخامسة كوميدي، واضحة كوميدي ترفيهي او كوميديا او مضحك كوميدي. السادسة كاركتر، كاركتر كاركتر يعني شخصية. هاي الأفلام أو القصص اللي تتحدث أو تتبع مسيرة شخص معين، مثلا ملك أو فد شخصية رحالة أو فد شخص معين تتبعه من الطفولة وإلى الكبر. فهاي نوع من القصص تسمى بالكاركتر أو تسمى باسم آخر يسمونه الأوتوبايوغرافي أو البايوغرافي. بايوغرافي اللي هي السيرة الذاتية، البايوغرافي. فهذه فقط مثل ما قلنا هاي تستخدموها وتستفادون منها بداخل الصف فقط، أما بالوزاري فأكيد لا. المفردات أكيد تستفادون منها كمعاني مثل ما قلنا ترافل سفر، هورر رعب، أدفنتشر مغامرة، فيكشن خيالي، كوميدي كوميدي، كاركتر شخصية أو الشخصيات. السؤال اللي بعد أيضا عندك ينطيك نص مثل القطعة وبي مجموعة من الأفعال، يقول لك بس صحح لي الأفعال، فيقول لك complete the article، أكمل المقالة with the verb from the box، من خلال استخدامك فعل من الصندوق. طبعا هنا مفروض فوقات هذا النص أكو صندوق بعدة أفعال، فمفروض أنت تستخدم هاي الأفعال وتضعها بالفراغ المناسب مع تغيير الصيغة، يعني الزمن مال هذا الفعل، ممكن ماضي ممكن مستمر ممكن آخره. هذا اعطيتك الحل مباشرة فقط أيضا، لأنه صعب يجيك الشيء يعني هاك السؤال بالوزاري. أي سؤال أشوف أنه ما يجي بالوزاري ما أجيب، يعني ما أطول عليك، أكتب السؤال وأكتب الجواب، فقط أنطيك الجواب، لأنه هذا ما راح يفيدك بالوزاري بقدر ما يفيدك بداخل الصف. فأنت الحل أمامك موجود، تقدر تجاوب في حال أصبح هنالك مشاركة صفية حول هذا التمرين، فأنت تقدر تجاوب عن كل الفراغات موجودة أمامك. وطبعا للعلم هو بينه، يعني هو بينه في ملاحظة هذا التمرين. ايش هو الملاحظة؟ انه يستخدم ازمنة بعد ما اخذناها، مشكلة يعني. يعني مثلا هنا وير كولد، يعني ماضي ومبني للمجهول، ولا الماضي بالوحدة الخامسة ناخذه، والمبني للمجهول ناخذه بالوحدة الثالثة. فما ادري على اي اساس ينطيني تمرين يستخدم به ماضي ومبني للمجهول ونحن لحد الان اللي بعد ما اخذناها، ولهذا السبب يعني ما ركزت عليه هذا. يعني مثلا didn't like، الماضي البسيط احنا ما اخذناه لحد الان، الماضي البسيط ناخده بالوحده الثالثه، العفو بالوحده الخامسه، سوري، الماضي البسيط بالوحده الخامسه. فما ادري على اي اساس ينطيني ماضي بسيط هنا. هنا مثلا was made، يعني هذا هم ماضي وهم مبني للمجهول، ماضي ومبني للمجهول، واثنيناتهم بعد ما اخذناهم، فلهذا السبب ما ركزت عليه بصراحة. فقط انطيتكم الحل باعتبار انه هذا، وبالاضافة ما عدا يعني ما عدا حتى لو داخل بالوزاري ما ينطيك نص، ينطيك جمل يقول لك مثلا سوي ليها ماضي او سوي ليها مبني المجهول او سوي ليها ايا كان، بس ما ينطيك نص هالشكل بهالطريقة. صعب جدا جدا، صعب صعب حتى على اساتذة، بعض الاساتذة يكون صعب عليهم. زين، هنا عندك مطابقة. المطابقة تشمل شنو؟ عندك 5-6 أسئلة على اليسار، يطلب من عندك تطابقهم مع الأسئلة اللي على اليمين. يعني عندك كل سؤال هنا أكو سؤال نفس المعنى مالته بس بطريقة مختلفة، نفس السؤال يسأل بس بطريقة مختلفة بغير كلمات بغير صيغة، فقط هو هذا المطلوب منك بالمطابقة. فمثلا عندك قال لك what is called، what is it called، ماذا تسمى أو ماذا يسمى، what is it called، ماذا يسمى. ف
فالسؤال الأقرب بالمحية المعنى هو الإي. What is the title؟ ما هو العنوان؟ ماذا يسمى؟ وما هو العنوان؟ فإذا نكو تشابه من ناحية المعنى. الجملة الثانية مثلا يخليك Who is it about؟ عن من يتحدث؟ Who استخدم هو للسؤال عن الآخر. Who is it about؟ عن من يتحدث هذا الكتاب؟ Who is it about؟ فهنا مثلا يقول لك What is the name of the main character؟ ما هو اسم الشخصية الرئيسية؟ Main character شخصية رئيسية. فإذا تقريبا نفس المعنى ينطي. What is the topic؟ ما هي الفكرة؟ What is the topic؟ Topic يعني شنو هي الفكرة؟ What is the topic؟ طبعا هي نفس مقابلها What is it about؟ عن ماذا يتكلم؟ What is it about؟ عن ماذا يتكلم؟ Where بيني؟ لأن مقابلك أيضا where. فقال لك Where does it happen؟ أين تحدث القصة؟ Where does it happen؟ Where does it take place؟ أين تحدث القصة؟ يعني happen و take place تقريبا نفس المعنى يشابهون، ما عدا ذلك أنه وجود where و where واضحة، يعني الشغلة جدا واضحة. What's the ending like؟ كيف هي النهاية؟ What is the ending like؟ طبعا هنا أيضا عندي How does it end؟ كيف تنتهي؟ End End Ending أكو تشابه. Could you lend me؟ Could you lend it to me؟ هل ممكن أن تقرضني إياه؟ ممكن تديني إياه؟ هذا الكتاب مالتك؟ ممكن تديني إياه؟ فبالمقابل شكو؟ عندك Could I borrow it؟ ممكن أستعيره منك؟ فكو فرق بين كلمة borrow وكلمة lend. طبعا هي واحدة بعكس الأخ. اللند من أنت تديني، يعني أنت تنطيني. البرو من أنا أطلب منك، يعني أنا أدين منك. يعني الفرق بيش؟ الفرق من ناحية منو اللي ينطي الأخ. هما اثنيناتهم أنا راح أدين، يعني اثنيناتهم أنت راح تنطي فلوس وتديني. بس إذا أنت دينتني من ذاتك فراح أقول لند، يعني أنت دينتني. لند مي تقرضني، لند مي. البرو أقترض منك، يعني أنا اللي أسوي الفعل أقترض منك. اللند أنت تقرضني، يعني أنت من تقوم بالفعل. فهي بس الفرق بيناتهم الشابه، يعني تحس أنه هو تشابه كبير بس أكو فرق. اللند تكون أنت الفاعل بحيث أنت اللي تديني. البرو أنا أدين، أنا أدين منك، يعني نفس يعني نفس الشيء. يعني مثلا على سبيل المثال أنا عندي أنا راح أدين مثلا من رحمة أو من علي أو من عمر، أدين من عنده 5000. إذا قلت له ديني، أنا قلت له ديني، هنا لازم أستخدم كلمة يعني برو. أريد أدين من عندك، أقول له أريد أدين منك. برو كان أي برو، أقول له كان أي برو، هل أستطيع أن أتدين مثلا 5000 5000؟ فهنا إيش جاي أقول له؟ هذا أقول له أريد أدين من عندك، أنا أريد أدين من عندك، استخدمت كلمة برو. أما الليند لما أقول له أنت ديني، ممكن تديني 5000، يعني أنت اللي راح تسوي الفعل، أنت اللي راح تدين. فهنا استخدم كلمة لند، استخدم كلمة لند. المهم اللند يعكس كلمة برو، اللند يعكس كلمة برو. خاف تجيك من الامتحان تذكره اللند عكسها برو. زين السؤال اللي بعده عندك مثل الإسقاطات، يعني عندك هاي مجموعة من كلمات بيتا أفضل، كوست يكلف، فري يعني متفرغ أو وقت فراغ، نيد يحتاج، بريفير يفضل، شال يعني تفضل أو يجب، ستارت يبدأ، ود من ضمن الحروف الناقصة أو الأفعال الناقصة. ود هل ود. فالجملة الأولى Would you like to come to school graduation party with me؟ فهنا شو استخدمنا would لأنه عبارة you like to come، ناقصة فقط would you like. Would you like. الجملة الثانية Are you فراغ on Tuesday؟ Are you free؟ يعني هل أنت متفرغ؟ Are you free on Tuesday؟ هل أنت متفرغ يوم الثلاثاء؟ الثلاثاء. Is Friday better for you؟ هل يوم الجمعة أفضل؟ better أفضل for you أفضل بالنسبة لك. أربعة tell me أخبرني
if you prefer Thursday or Friday. أخبرني إذا كنت تفضل prefer Thursday خميس or Friday الجمعة. We don't need to go. لا نحتاج. We don't need. لا نحتاج to get tickets in advance. لا نحتاج لحجز أو شراء tickets in advance التذكر مقدما. ستة it starts تبدأ starts at 8 تبدأ الحفلة الساعة 8. The seats المقاعد cost تكلف المقاعد cost تكلف 15,000 إيراكي دينار. وآخر شيء shall I get you the cheapest هل أجلب لك الأرخص يعني المقاعد الأرخص shall I get you the cheapest. هل هو مهم بالوزارة؟ يعني أقول لك أنا عن رأيي 90% ما مهم بالوزارة، ولكن تبقى 10% إنه لازم نقرأه، تبقى 10% إنه لازم نقرأه، لأنه أشبه بالمحادثة هذا وليس إسقاطات. جاي يتكلم إنه شلون عزمه على حفلة وشلون عزمه مثلا على فد شيء معين، وجاي يسأله ويجاوب يسأل ويجاوب. فأول ما بدأ بالعزيمة بالدعوة، بعدين قال له أنت متفرغ يوم الثلاثاء، زين ما متفرغ، زين يوم الجمعة أفضل بالنسبة لك، زين أنت شو تفضل يوم الخميس أو الجمعة prefer، شو تفضل خميس أو الجمعة؟ جاء قال له we don't need to get tickets in advance، لا نحتاج إلى حجز التذاكر مقدما. الحفلة تبدأ to start at 8. The seats cost 15,000 إيراكي دينار. المقاعد تكلف 15,000 دينار. Shall I get you the cheapest؟ أجلب لك الأرخص. ف يعني ما أعرف، أنا أشوفه ما مهم بصراحة. أنا لو كنت أضع أسئلة فما راح أجيب من هذا السؤال. بس تبقى أنتم وزاري، تبقى مطلوب من عندكم تقرونه. لازم تقرونه، لازم تدرسونه. لأنه ماكو شيء يعني مستبعد بالوزارة، هاي خلوها ببالك. السؤال اللي بعده أيضا من مهم جدا، اللي هو المطابقة، أخذناه أول تمرين أخذنا عنه، اللي هي قلنا مجموعة من الأفعال ببرو. عندك البرو جديد have, play, write, go, watch, spend، كلهم يمكن نفسهم تكرروا اللهم ما عدا البرو والرايت. البرو والرايت. فعندك فراغ to the cinema، قلنا go زائد المكان أكيد راح استخدم go. A picnic قلنا استخدم معها have. A book هنا راح استخدم كلمة borrow. زين ليش ما اختارنا كلمة write يكتب؟ ليش؟ لأنه عندك الوراحة عندك كلمة letter رسالة، فمع الرسالة استخدم write يكتب رسالة write a letter. قلنا مع الأوقات نستخدم spend مثل morning, evening, afternoon. استخدم spend. التي في واضحة وضوح الشمس watch. A game قبل شوية بالتمرين الأول كان نستخدم كلمة win يربح، هنا استخدم كلمة play يلعب. فلازم يعني تنتبهون على الأفعال المستخدمة وش يجي معها. يعني ممكن بالامتحان أجيب لك play ما أجيب لك win، وممكن بالعكس أجيب win ما أجيب play. فخليها ببالك، هذا مهم جدا اللي هو التعاريف. كل واحدة مثل ما نعرف عندنا تعاريف، مجموعة من التعاريف. فبالوحدة الثانية عندك هذا التعاريف جدا مهم وسهل جدا. عندك النقطة الأولى something you do in your spare time، شيء تفعله في وقت فراغك. هاي عدناها بالقصة وكم مرة عدناها. فهذا هي موضوع الهوبي، الهواية هوبي. اثنين a funny book, film or play. funny من تشوف كلمة funny قبل ربطها بكلمة كوميدي. funny يعني مضحك، كوميدي أيضا بمعنى هزلي أو مضحك. another word for writer، كلمة أخرى للكاتب. الكاتب نسميه بتسمية أخرى، شنو هي؟ author مؤلف. author activities نشاطات like running مثل الركض، jumping أو القفز، and swimming والسباحة. كل هاي الحركات أو كل هذه الحركات شنو نسميها بالإنجليزي؟ نسميها sports رياضات sports. خمسة you go to one of these، أنت تذهب إلى واحد من هذه الأماكن. you go to one of these to hear لتستمع،
someone sing شخص يغني or play music أو يعزف الموسيقى مكان تروح عليه على مود تستمع للمغني أو عازف موسيقي هاي المكان شو نسميه أو هذا الحدث شو نسميه بالإنجليزي طبعا نسميه concert concert يعني حفلة غنائية أو حفلة موسيقية concert concert فمهم جدا هذا التعريف هنا طبعا ما وصيكم أنا من أول يوم وصيتكم على مسألة التصاريف الأفعال من أول يوم وهذا التمرين exercise B page 33 يخليك أريد الماضي من هاي الأفعال يعني عندك تقريبا 12 فعل هذولا وهذولا يطلب من عندك أنه كيف تحولهم إلى ماضي طبعا مجموعة عندك المجموعة الأولى هذه مثل تقريبا أغلبها قياسي فال want السير wanted إضافة إيدي it is السير was say السير said arrive arrived laugh laughed land landed هذول كلهم شاذ send السير sent بالتي lose السير lost أيضا بالتي fly الماضي مالتها flew flew set تبقى set get got put أيضا تبقى نفسها put فهذه أيضا أكيد مهمة تصاريف الأفعال ما يحتاج أوصيكم لأنه أنا من أول يوم وصيتكم عليها من أول يوم وصيتكم عليها قلت لكم جدا مهمة أيضا نفس الفكرة مع التمرين قبل شوية أخذناه أنه مجموعة من الكلمات تضعها في الفراغ المناسب والفراغات هي عبارة داخل نص فهذا صعب جدا صعب جدا هكذا سؤال يجي بالامتحان فمثل ما تشوفون هي القصة هذه موجودة أمامكم والفراغات أيضا اللي هي باللون الغامق واللي تحت خط اللون الغامق واللي تحت خط هي هاي الفراغات زين إلى هنا طبعا انتهت الوحدة الثانية إلى هنا تنتهي الوحدة الثانية المطلوب من عندكم أكيد شنو مطلوب من عندكم